تفاصيل الرحلة الأخيرة للملكة إليزابيث من بالمورال إلى لندن. وجنايات الجيزة تحكم بإعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال. ومتى تطلق حملة لدعم صناع محتوى المستقبل؟ أهلا بكم. من يوم الخميس بريطانيا هي مصدر الخبر الأكثر متابعة حول العالم، فمن وقت إعلان وفاة الملكة إليزابيث والأنظار متوجهة لهناك لمتابعة آخر الأخبار ومراسم الدفن والجنازة. اليوم ممكن نقول أن الملكة إليزابيث غادرت ولآخر مرة منزلها المفضل في بالمورال في اسكتلندا. فجثمان الملكة قطع رحلة من القصر إلى أدنبرا، والرحلة شارفت أو وصلت على الانتهاء، وصلت الآن تحديدا إلى أدنبرا، وكانت رافقتها في هذه الرحلة من القصر إلى أدنبرا ابنتها الأميرة آن. الصور اللي شايفينها الآن هي صور مباشرة لموكب الملكة إليزابيث، وحتى الآن شفنا النعش وراءه مباشرة السيارة اللي بتحمل الأميرة آن ابنتها الوحيدة برفقة زوجها، وهذه طبعا صور للموكب. جثمان الملكة الراحلة زي ما شفنا مشاهدينا موضوع في نعش خشبي، وقطع تقريبا 300 كيلو في 6 ساعات. انطلق من قصر بالمورال ومر على عدد من البلدات الاسكتلندية وصولا إلى هوليرود هاوس اللي هو أحد المقرات الرسمية للعائلة المالكة في اسكتلندا. جثمان الملكة حيبقى هناك في قاعة العرش حتى يوم غد، فبكرة الاثنين حيمشي في شارع اسمه رويال مايل واللي بيربط بين معالم تاريخية بارزة في تاريخ اسكتلندا، وبعدين حيصل النعش إلى كاتدرائية سين جايلز، وراح يمشي خلف النعش مسافة كيلومتر تقريبا سيرا على الأقدام الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة المالكة. أما الثلاثاء 13 سبتمبر فحينتقل النعش من أدنبرا إلى لندن، وسيصل تحديدا إلى قصر باكنغهام. الأربعاء 14 سبتمبر برضو راح يطلع بموكب يمشي وراء الملك مرة ثانية من باكنغهام إلى قصر وستمنستر، وهناك راح يبقى 4 أيام بيتوافد الناس وبيلقوا عليها نظرة الوداع الأخيرة. أما يوم الاثنين 19 سبتمبر فحتكون الجنازة، حيث سينتقل جثمان من قصر وستمنستر لكنيسة وستمنستر آبي، ومن بعدها إلى كنيسة سين جورج في قلعة وينسر حيث ستدفن الملكة. وللعلم مشاهدينا يوما كمان سينقل جثمان الأمير فيليب زوجها الراحل من مكان دفنه الحالي ليتم دفنه مع الملكة حسب وصيته قبل ما يموت. وطبعا وفاة الملكة يعني خلى في أسئلة كبيرة عند الناس، وأولها إيش التغييرات اللي ممكن تشهدها المملكة المتحدة، وخصوصي في مجال العملات، إنه هل راح تتغير وينحط وجه الملك بدل وجه الملكة، والطوابع كمان وصناديق البريد هل راح يتوقف التعامل فيها، وحتى التساؤلات وصلت لجواز السفر إنه راح يتم إلغاء التعامل فيه لأنه مكتوب فيه جلالة الملكة. كمان من الأشياء اللي تغيرت ولاحظها الناس هو شعار الملك تشارلز اللي ظهر فيه للمرة الأولى خلال تنصيبه، وظهر لابسه فوق الكرافتة. الشعار عبارة عن تاج وفوقهم سي آر، أو سي آر وفوقهم التاج، وهم الحرف الأول من اسمه تشارلز والآر من ريكس معناها ملك باللاتينية. شيء ثاني لاحظوا الناس فورا من بعد إعلان وفاة الملكة هو تغير السلام الملكي البريطاني لGod Save the King. بعد 70 سنة غنى فيها البريطانيين God Save the Queen. And glorious long to reign over us, God save the king.
وبصراحة ضمن الضجة الكبيرة اللي عملتها الوفاة وتنصيب الملك تشارلز، كان في مشهد لفت كثيرين ورجع للناس عنوان اسمه هاري وميغان اللي ظهروا إلى جانب ولي العهد ويليام وزوجته كاثرين للسلام على الناس المتجمعين أمام قلعة ويندزور. ظهور الثنائيين مع بعض يعتبر الأول من سنتين من وقت ما أعلن هاري وزوجته عن تخليهم عن ألقابهم الملكية واختاروا العيش في الولايات المتحدة، ومن بعدها طلعوا في مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري خربت الدنيا واتهمت فيها ميغان العائلة المالكة بالعنصرية، وردت العائلة المالكة وكثير من اتهاماتها وجهتها مباشرة للملك تشارلز، والعلاقة تدهورت بشكل كبير بين الأخين بعدها. ظهور هاري وميغان إلى جانب ويليام وكاثرين أثار تساؤلات كثيرة حول هل وفاة الملكة خلت المياه ترجع لمجاريها، هل العلاقات تصلحت ولا مجرد رسميات نظرا للظروف الراهنة. الإعلام نشر معلومات بعدها أن ويليام كلم أخوه وطلب منه هو وزوجته يحضروا معه ومع زوجته ويطلعوا ويسلموا على الناس. بعدها طلعت معلومات أخرى بتقول أن الملك تشارلز هو اللي طلب من ويليام يعمل كده. الملك تشارلز كان أصلا لفت الانتباه من وقت أول خطاب له بعد وفاة الملكة لما ذكر هاري وميغان بالاسم وقال إنه هو بيحبهم. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. شيء ثاني كمان متعلق بهاري وميغان وملفت للأنظار كان متعلق بأولادهم، فوفقا للأعراف الملكية وبعد ما صار جدهم ملك تلقائيا يفترض أنه يمنحوا لقب أمراء، لكن ترتيب العرش البريطاني اللي نشروا القصر ما ذكرهم كأمير وأميرة، ورجعت الناس تتكلم عن احتمال عدم إعطائهم أي لقب، خاصة وأنه ميغان ادعت قبل كده أنه العائلة المالكة ما تبغى أولادها هي تحديدا يكون أمراء. الأمير ويليام وزوجته كاثرين تغير الكثير بالنسبة لهم هما، فمع بقاء لقب دوق ودوقة كامبريدج صار عندهم ألقاب جديدة أهمها أمير وأميرة ويلز. وبصفته ولي العهد الجديد نشر بيان مؤثر جدا قال فيه أنه صحيح كان عارف أنه هذا اليوم جاي، لكن يحتاج لبعض الوقت لاستيعاب أنه جدته ما عادت موجودة. بينضم إلينا ألكسندر شايلر رئيس الجمعية الملكية البريطانية، أهلا فيك معنا. وخلينا نبتدي من المراسم اللي بنشاهدها الآن. هذه المراسم قيل أنه متفق عليها من سنوات وأنه حتى الملكة أشرفت على الكثير من تفاصيلها، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ Yes, that is absolutely true. نعم هذا صحيح تماما، فصاحبة الجلالة كانت مقربة من الحكومة وكانت ترغب بتنفيذ هذه البروتوكولات بصورة سلسة، وهذا الأمر استغرق فترة من الزمن لحدوثه. طيب، وفي دلالات كثيرة جالسين نشوفها الآن أو الناس بتقرأها في موضوع خروج الجنازة من بالمورل والسير في اسكتلندا والبقاء هناك لعدة أيام، كيف تقدر تقرأ لنا أو تساعدنا في قراءة هذه العلامات؟ طريقة تفسير هذه البروتوكولات تكمن في فهم هذا النظام الذي ساد على نفاذه فترة تفوق حياة أي واحد منا. وإذا ما راقبنا الموكب الذي اتجه من اسكتلندا وصولا إلى لندن وسوف يصل في يوم الأربعاء فترة الغداء، وهذا يظهر أن القصر والحكومة كان مستعدان للأسف لهذا الأمر منذ فترة، لكن هذا قد منح الفرصة
فرصة للناس في فترة تنفيذ هذه البروتوكولات كيف ليرون كيف ينفذ هذا النظام وليرون ما يحدث خلف أبواب موصمة وخاصة المراسم التي لم يكن كثر من أبناء جيلي يعرفون عنها. صحيح. طب سريعا هل نقدر نتكلم عن موضوع جواز السفر وهل والعملات وما إلى ذلك، هل سيتم الاستمرار بالعمل بها ولا لابد من تغييرها فورا؟ نعم سوف يتم استبدالها، لكن لا أستخدم كلمة فورا لأن هذا أمر يتطلب مهام عسيرة. فالعملة البريطانية كما تعلمون انتشرت من خلال صورة صاحبة الجلالة فيها في كافة دول الكومنولث، وكل دولة يجب أن تجرى معها مناقشات حول فترة التغيير بالنسبة لإزالة صورتها واستبدالها بصورة الملك تشارلز. بالنسبة لجوازات السفر هذا أول أمر سوف يتغير لأنه في صفحة الغلاف يذكر صاحبة الجلالة وكافة جوازات السفر الآن تصدر باسم صاحب الجلالة. طيب إذا رجعنا للموضوع لموضوع هاري وميغان اللي أثار الكثير من التعليقات، هل نستطيع القول أنه هذه بداية صفحة جديدة ولا هي مظاهر من أجل هذه الفترة تحديدا فقط فترة العزاء؟ أعتقد أن الأمر ينطوي على مزيج من المجاملات والرسميات في ذات الوقت، وخاصة وفقا لما صرح به الملك. وقد وافق هاري وميغان على غصن الزيتون الذي قدمه الملك تشارلز لأنهم لم يفقدوا فقط عنصرا ملكيا بل فقدوا جدتهم في وقت يجب أن تجتمع فيها أفراد الأسرة معا. طب أصار جدل كثير على موضوع أبنائهم هل حيحصلوا على لقب أمراء أم لا، الآن على صفحة أو الصفحة الرسمية لم يحصلوا على اللقب. Yes. نعم هذا صحيح، فهناك جملة كبيرة من المراسلات والتي تجري لأنه لم تكن النية أن تمنع أن يمنح هؤلاء الأطفال أي لقب ملكي إلا إذا ما كان إلا في ظروف محددة، لكننا علينا أن نعلم ما الذي قد يحدث مع الملك تشارلز، فالتغيير قد يحدث أيضا من في هذا التوجه من قبيل إعطاء غصن من الزيتون آخر لهم في هذا السياق. طيب إذن يعني سننتظر في الفترة القادمة يمكن تصير مباحثات داخلية. يعني بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا ألكسندر شايلر رئيس الجمعية الملكية البريطانية. Thank you. أسدلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الستار على قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال بالحكم بإعدام قاتليها زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. المحكمة كانت طلبت رأي المفتي اللي رد برأيه الشرعي واستلمته المحكمة قبل إصدار الحكم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام شنقا عما أسد إليهما. الجريمة كانت وقعت في يونيو الماضي وشغلت الرأي العام، فالقصة اللي بدأت بتحقيقات في اختفاء المذيعة تحولت للتحقيق في جريمة قتل ثم العثور على جثة مدفونة ومشوهة، ثم توالت التفاصيل والاعترافات الصادمة فتبين أن زوجها وبالتعاون مع شريكه خططوا لقتلها واستأجروا مزرعة قتلوها فيها وأخفوا الجثة. حكم محكمة جنايات الجيزة اليوم هو سابقة قضائية حيث يعد أول مرة في تاريخ المحاكم المصرية اللي بيحكم بالإعدام على قاضي. والدة القتيلة كانت منعت من دخول جلسة النطق بالحكم، وهي أصلا أثناء المحاكمة كانت عوقبت بالحبس 24 ساعة بسبب إثارة الشغب في المحكمة، لكن فور علمها بالحكم سجدت وزغرطت ثم كلمت ابنة الضحية وقالت لها جبنا حق ماما، ومن ثم توجهت لزيارة قبر شيماء. محامية الراحلة وفي تصريحات خاصة لتفاعلكم قالت أنه الحكم شفى قلوبهم من جرح عميق ووافق القانون والشرع.
أهلا من جديد. من كم يوم أطلقت شركة متى حملة لها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان مبدعو الغد. الحملة وبحسب بيان متى بتحتفي بالمواهب الناشئة في مجال صناعة المحتوى التفاعلي عبر مختلف منصات متى. واختارت الشركة بالفعل مجموعة من صناع المحتوى أو المبدعين مثل ما بتسميهم الشركة للتعاون معهم في هذه المرحلة من الحملة، على أنه كمان حينضم المزيد خلال الأشهر المقبلة. صناع المحتوى اللي اختارتهم متى هذول قالوا انهم من الرياديين في تخصصاتهم وبيقدموا لمتابعيهم محتوى بافضل الاساليب اللي بتجمع الفيديوهات مع التكنولوجيا، وهذه الاساليب بحسب متى هي من ركائز تطوير عالم الميتافيرس وتوسع نطاقه. طيب ايش علاقة صناع المحتوى بالميتافيرس وليه اختارت متى انها تدعم صناع المحتوى بهذا الشكل وغيرها من الاسئلة رح نستفسر عنها من ضيوفنا. خلينا نرحب ب يارا ابو منصف صانعة محتوى اللي بتنضم الينا من بيروت عبر زوم، وفي الاستوديو معانا سامر جمال مدير العلاقات الاستراتيجية في متى. اهلا فيكم معانا سامر. خليني اول شيء ابتدي معاك عشان ترسم لنا يعني اللمحة العريضة لهذه الحملة، حكينا ايش هي هذه الحملة. اول شيء بدي اشكرك سارة واشكر العربية على الاستضافة. نحن كشركة متى عم نولي اهتمام كتير كبير لصناع المحتوى بالعالم، فعنا فرق مختصة بكل يعني بأغلبية بلدان العالم لدعم ومساعدتهم للنجاح على منصتنا. وبإطار هيدا الدعم أطلقنا Creators of Tomorrow أو مبدعو الغد، واللي هو لتسليط الضوء على مهارات عديدة موجودة بالعالم العربي عم تطرح محتوى بطريقة إبداعية، وهي رح تشكل جسر العبور لنوعية محتوى جديد بالسنوات اللي قادمة. إذن هو دعم من متى لصناع المحتوى علشان يزيدوا من إنتاجهم ويعني ويوفروا لهم البيئة أو المناخ للإبداع أكثر يعني؟ نعم. أطلقنا ويب سايت للحملة اسمه creatorsoftomorrow.com للكل اللي بيحب يشوف مين هن هول المواهب وبأي بلدان موجودين. وأيضا رح نقوم بنطاق هيدي الحملة اللي مدتها سنة بدعم أو العمل عن قرب مع كل هيدي التالنتس أو المواهب لنساعدهم على يستخدموا التولز تبعنا أو كل الأدوات المتاحة لهم ليكبروا حساباتهم، ليزيدوا نسب الانجيجمنت، ليطوروا يتعلموا أيضا أساليب كيف يتعاملوا مع العلامات التجارية، وأيضا كيف يتعاملوا مع البراندد كونتنت على المنصه، وكيف بيعملوا فلوس او يعملوا مردود مادي من منصاتنا. يعني يمكن نحن معانا تجربه عمليه يارا. نعم. اللي ممكن تحكي لنا يارا، اذا تحكي لنا الان عن هذا التعاون وبكونك جزء من هذا البرنامج. اول شيء مساء الخير وشكرا على استضافتي. كوني جزء من هذا البرنامج هذا أول شيء فخر كبير بالنسبة لي وإنجاز، يعني اليوم حتى ينحط اسمي ضمن أسامي ناس صارلن سنين بيعملوا محتوى وبيعملوا محتوى جدا احترافي، هذا فخر كتير كتير كبير بالنسبة لي وأنا كتير اليوم مبسوطة بهذا الاختيار. كيف بيساعدوكي أو كيف حسيتي إنه أنت الآن بما إنه اختاروكي كيف حيكون التعاون بينك وبين متى؟ هلا للحقيقه التعاون يعني كيف متى بتساعد صانعي المحتوى وكيف بتساعدني لإلي ما بلش من هلا، انه بس من حمله مبدعو الغد انستغرام وفيسبوك بيساعدوا كل صانع محتوى. يعني اعطيكي مثل كثير صغير، اليوم انا من فتره مثلا وصلني ايميل من ادوبي بريمير. اوكي كلنا بنعرف ادوبي بريمير هن برنامج للإديتنج، يعني هو البروجرام البرنامج اللي نحن بنشتغل عليه لنعمل المقاطع اللي بنشتغل اللي بنعملها بدهم يشتغلوا معي. فأنا شفت الميل قلت إنه أكيد هيدا سبام أو إنه كذب أو إنه ليش كيف عرف فيي أنا، فما ردت على الميل. بعد فترة رجعوا حكوني إنه يا عمي أكيد ما قالوا يا عمي إنه كيف رد علينا إذا حابة تشتغلي معنا. حكيت معهم زوم ميتينج وقالوا لي نحن حبينا المحتوى اللي انت عم تعمليه، احنا شفنا الريلز اللي عم تعمليهم قد ايه حلوين وعم تبتكري قصص حلوه. يارا عجبتني لحظه يعني انعدام الثقه في النفس في البدايه، انه ليش ادوبي رح يكلموني؟ ايه انه كيف عرفوني؟ شافوني من وراء انستغرام، فهيدي الفرص اللي عم تفتح لنا هي متى يعني ما في لها حدود. فهيدا اكزامبل كثير صغير على متى بتقدم لصانعي المحتوى. بس يارا اذا سريعا تقولي لي بس للناس تشرحي ايش نوعيه المحتوى اللي انت بتقدميه.
هلا انا بعمل محتوى له علاقه بالفاشن، يعني بعمل محتوى ترانزيشنز وهيك، بعمل محتوى ثقافي، يعني كل شيء ثقافي بنتعلمها بالمدارس والجامعات، ثقافه الحياه اليوميه. مثلا بحب اعلم لغه الاشاره، انا على مواقع التواصل الاجتماعي بعلم لغه الاشاره. جميل. والاهم من هيك والشيء اللي كثير بيهمني هو انه انا اليوم بشجع كل امراه تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بدون فلتر، ما تستعمل فوتوشوب، تطلع مثل ما هي، توثق بحالها بكل جرأة، لأنه هذا الشيء كثير نحن بحاجة له وجدا مهم. اي لا يعني اكيد، بس انه يعني يارا طبعا ما شاء الله عليك، انت طالعه بلا نقطه ميك اب، مش بحاجه اصلا لاي ميك اب ولا فوتوشوب، ما شاء الله عليك يعني. فصعب شويه يمكن على الناس ينفذوا دي النصيحه، بس خلينا نرجع لك شويه يا سامر. كمان انتوا ربطتوا الموضوع بالميتافيرس. ايوه. كيف يعني دايما نحن بنفكر في الميتافيرس كشيء كده بعيد، انتوا كيف شايفين انه العلاقه حتكون بين صناع المحتوى والميتافيرس؟ ايوه، مثل يعني اجمالا الميتافيرس هو لونج تيرم استراتيجي او استراتيجيه طويله الامد. اليوم من خلال هيدي الحمله رح نبلش نجهز صناع المحتوى انه يبلشوا يستخدموا تكنولوجيات وتقنيات جديده ليبلشوا يعبروا من المحتوى التقليدي اللي اليوم عم نشوفه لاستخدام تقنيات جديده مبهره مثل الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي او حتى يعني عناصر من الميتافيرس والفلاتر الموجوده، ليبلشوا يلهموا كثير من الناس اللي اليوم عم ببلشوا يفكروا بطرح محتوى جديد ريليفنت وبيغطي مواضيع كثير عديده. وبحب اقول شغله كمان هون باطار دعم الكونتنت كرييترز اللي رح يكونوا معنا بالحمله، اولا غير انه رح نقدم لهم دعم بورشات خاصه رح نعملها معهم، ورح يكون عندهم اكسس على كثير من الفعاليات رح توسع لهم آفاق معلوماتهم على بصناعة المحتوى وتكنولوجيات موجودة وكيف ممكن يعبروا للجيل الجديد من المحتوى. رح يكونوا مدعوين بشهر نوفمبر على لندن ليحضروا ميتا كرييتر ويك واللي هو إيفنت من يومين. رح يكون في أكثر من 500 صانع محتوى من المنطقة من أوروبا والعالم العربي، رح يكون في ورشات عمل، رح يلتقوا كل الـ يعني مبدعو الغد مع بعض من كل الدول اللي مشاركة، يتعرفوا على بعض، ياخذوا أفكار من بعض، وأيضا يتعلموا من ورشات العمل رح تنعمل. رائع يارا، انت الان هذه اصبحت وظيفتك يعني خلاص نقدر نقول الرسميه. انا انتقلت من عالمه مع 2 ماجستير لصانعه محتوى، وصارت هلا هيدي هي مهنتي. لا هو ممتاز، انت يعني بتشاركي كل معرفتك وخبرتك والاشياء اللي تعلمتيها يعني مع كثير من الناس يعني، واكيد طبعا هذا له تاثير كبير. احنا بنتمنى لك كثير التوفيق طبعا يا رن على كل الافكار اللي انت طرحتيها معنا اليوم، ان شاء الله كل التوفيق لك. وسامر شكرا لك كمان. شكرا يا سارة. طبعا زي ما قلت الناس ممكن يدخلوا على الويب سايت ويشوفوا التفاصيل اكثر. نحن بنشكركم على وجودكم معنا، أما نحن مشاهدين فوصلنا لختام حلقة اليوم. أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. دائما تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل، ونحن موجودين على شاهد للي حابب يشوف الحلقات كاملة، وحلقاتنا حلوة فاتفرجوا عليها في أمان الله.